مساء الخير واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم كلام كبار. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه لكل واحد فينا وهي الطموح. محدش فينا ما عندوش حلم نفسه يحققه، هدف نفسه يوصله، طموح نفسه يحقق فيه ذاته. ازاي تقدر توصل لحلمك وازاي ايه هي الخطوات اللي تقدر تمارسها علشان توصل لحلمك ده؟ ده اللي هنعرفه من ضيفي انا وحسام في النهارده في اول فقره لينا في كلام كبار. في البدايه حابب ارحب بيكي يا مروه. مرحبا بك يا مروه. تاني حاجه عايز ارحب بضيفنا العزيز النجم الصاعد الكبير سيف حمزه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك، ومتشرف ان انا معاك النهارده جدا، ومتشرف طبعا انا مع أهلا مروه. اهلا بيك يا سيف، وان شاء الله يكون لقاء النهارده اتكلم في حاجات جديده ما اتكلمتش فيها في اي لقاء قبل كده، ونضيف للجمهور معلومات جديدة عن اللي حصل معايا الفترة اللي فاتت بإذن إن شاء الله. الله في البداية سيف، عايزين نعرف إيه هو حلمك وإزاي قدرت توصل ليه خطوة ورا خطوة، وإيه الخطوات اللي أنت عملتها عشان توصل لحلمك؟ في الحقيقة أنا اتكلمت قبل كده في أكتر من لقاء إن أنا كنت بدايتي لكرة القدم، وبعد كده اتجهت للمجال التمثيل. حلمي الأساسي طبعا كان الكورة، وتعبت في سنين كتيرة، و يعني عاوز اقول لك ان انا لعبت في انديه يعني ليس لها عدد، وكان حلمي خلاص ان انا هكمل في الكوره. سبحان الله، ربنا شاء ان انا اتجه لمجال تاني ما كانش في الحسبان اصلا، بس بحكم ان انا كنت دارس كليه الاعلام، فاتجهت ان انا حسيت ان انا يعني عندي الشغف ان انا اخش المجال ده، ودخلت والحمد لله ربنا كرمني فيه، وان شاء الله الفتره الجايه يكون في خطوات اكبر فيه ان شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. في البداية برضو عايز أسألك يا سيف، أنت مريت مثلا بمراحل، كان أول مرحلة تمر بيها هي سفرك لدولة زي الكويت، هل السفر في دولة زي الكويت كان فيه صعوبات مشاكل ولا كانت فيه تسهيلات، خصوصا أنك لسه شاب كان بتسافر بلد في البداية وما فيش ماديات متوفرة لك ولا غير ذلك؟ عايزك تحكي لي بس. أنا البداية أصلا قبل ما أدخل مجال التمثيل في الكويت، أنا كانت بدايتي في الإعلانات في مصر، واشتغلت مراسل في التلفزيون، واشتغلت مذيع في راديو، يعني زميل ليكوا برضه. وبعد كده انا سافرت لدوله الكويت، عرضت شغلي. عايز اقول لك ان انا تعبت جدا ولفيت كتير قوي 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 في الكويت عشان خاطر حد يسمعني وحد يشوفني، بس الحمد لله الناس هناك بتقدر جدا، و يعني بستغرب قوي يعني الناس بتتكلم على دوله الكويت في عنصريه، في مش عارفه ايه. لا انا ما بشوفش الكلام ده خالص هناك، وعاوز اقول ان انا هناك في الناس هناك قدرتني من جميع الجنسيات، الحمد لله ليا جمهور من جميع الجنسيات برضو هناك، ودخلت مجال الاعلانات برضو هناك، وبعد كده اتشفت هناك ودخلت مجال التمثيل. عملت الحمد لله دخلت في اكتر من 14 عمل درامي خلال 3 مواسم اللي فاتوا، والحمد لله ان شاء الله في خطوات جايه اكبر ان شاء الله، بس ارجع الكويت على خير ان شاء الله. ان شاء الله. اي حلم يا سيف في بدايته بيبقى صعب تحقيقه، ودايما الناس اللي حوالينا ما بيبقوش عندهم نفس الايمان بنفسنا اللي جوانا. مين اكتر حد امن بموهبتك في البدايه وشجعك، وايه اكتر سلبيات سمعتها في بدايه مشوارك؟ انا الحقيقه انا ما شفتش يعني دعم اكبر من دعم اهلي ليا. اكيد كان هم دايما مساندين ليا، والدي ووالدتي واخويا، بالذات اخويا احمد، يعني دايما كان في ظهري، دايما مصدقني، دايما واثق في حلمي، عنده شغف ان سيف اخوه هيوصل لمكانه اكبر من انا متخيله لنفسي اصلا. ده بيديك دافع ان انت تشتغل على نفسك، وما يكون حد منك واثق فيك قوي كده ما ينفعش تخذليه، والحمد لله انا يعني هو واخدني دلوقتي قدوه ليه في مجاله حتى، يعني عشان ينجح زيي، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. بالنسبه السلبيات او الاراء اللي انا بسمعها محبطه ليا في المجال بتاعي، انا بصراحه في بدايه المجال اتقال لي يا كومبارس، اتقال لي انت مش هتوصل، انت ممثل فاشل، اتقال لي انت تامر حسني مين اللي هيمثل معاك، بس كان عندي ثقه في نفسي وعندي ثقه في ربنا ان انا لا انا ليه ما وصلش ان انا امثل مع تامر حسني، ليه ما حققش حلمي، ليه ما اطلعش على الشاشه ويبقى ليا اكتر من عمل، والناس هي اللي تفاضل بين العمل ده والعمل ده وتقول رايها فيا بشكل كويس يعني. والحمد لله انا قدرت اثبت نفسي في الكويت، وده اللي خلى الحمد لله فنان كبير زي تامر حسني هو اللي يطلبني الحمد لله يعني. لا في حاجه بقى مهمه جدا عايز اتكلم فيها، هي فكره الموضوع دوت ناس كتير جدا سالتنا شخصيا فيه لما عرفوا ان انت هتبقى ضيف معايا، هو النقله الكبيره اللي حصلت لك ان انت عرفت ازاي تقابل نجم سوبر ستار زي تامر حسني، وكمان ازاي ان هو قدر يتبنى موهبتك
وكمان قدر ان هو يامن بيها ويقف معاك ويساعدك. عايزك تحكي للساده المشاهدين وتحكي لنا برضو ازاي كانت البدايات، حاجه مهمه لشبابنا برضو. طبعا طبعا. انا عايز اقول لك ان انا كان الموضوع ان انا كان بقالي سنتين بمثل في الكويت، وانا على طول من جمهور تامر حسني وبتشرف بكده. فكنت في حفله ليه من حوالي سنتين، وزي اي شاب واقف بيسمع تامر حسني، بس كل واحد في الشباب دول واقف جاي يسمع تامر حسني وبس. سيف حمزه كان جاي عنده هدف هيوصل له وهيحققه، مش جاي عشان خاطر ان انا اتفرج على تامر بس. عايز اقول لك ان انا كان قدامي الاف الشباب واقفين وسط الحفله، يعني تقدر تقول كانت معركه بالنسبه لي، ان انا في فنان كبير الشاب ده عاوز يوصل له. فدخلت وسط الشباب وطلبت الفرصه من تامر في الحفله، وكتبت له ورقه وطلبت منه ان انا امثل معاه، وبعد فتره تواصل معايا. وتامر بصراحه يعني راجل جدع وابن بلد، ما تحسوش مثلا ان هو فنان في حته والجمهور في حته، لا دايما قريب من الجمهور بتاعه، وساعدني ووقف جنبي. وبصراحه لما جه الكويت كمان انا حضرت معاه حفله ليه، ودخلت معاه الفيلم بتاعه فيلم الفلوس في السينما، دخلنا مع بعض واتفرجنا مع بعض. حسيت ان انا داخل مع واحد صاحبي مش داخل مع فنان ولا حاجه. بعد كده نزلت مصر وعملت كاست واختاروني من وسط الشباب، كانت مترشحه كتير، والحمد لله دخلت معاه فيلم مش انا بعد تواصل دام لمده سنه ونص. معروف جدا ان النجم السوبر ستار تامر حسني من اكتر الفنانين اللي بتدعم الشباب، المواهب الشابه سواء في التمثيل او في الغنى. ايه اكتر النصايح اللي نصحك بيها تامر حسني في بدايه حياتك واللي اديتك دفعه كبيره ان انت تكمل وتحقق حلمك؟ والله انا تامر لما كنت معاه في اكتر من مره كان بيقول لي شد حيلك، اشتغل على نفسك، ما تقفش، لا انت تقدر توصل لحلمك، تقدر توصل للي انت عاوزه طالما انت مأمن بنفسك ومأمن بربنا. ما تسمعش لحد، هتسمع كتير وهتسمع من ناس هتقولك انت ما تنفعش في المجال ده او ما تنفعش تعمل ده، لا انت لازم يكون قدامك هدفك وتشتغل عليه وتقدر تحققه وتوصل له. الحمد لله انا قدرت اوصل له هو شخصيا، وانا بالنسبه لي رقم واحد في الوطن العربي، يعني أكيد. حاجه كبيره بالنسبه لي ان انا امثل معاه. ان شاء الله تكون خطوه كويسه للافلام جايه ان شاء الله، والناس تقدر تشوفني بشكل اكبر في مصر ان شاء الله. كمان عايز اخد من كلامك يا سيف نقطه مهمه. انت قلت ان الفنان تامر حسني قال ان هو معاك، يعني بدعمك معنويا، في دعم معنوي. كلنا دايما بنبقى محتاجين الدعم المعنوي، لكن انت هل توقعت ايه الحاله الشعوريه، ايه احساسك لما الفنان كبير زي تامر حسني، هو مثلك الاعلى انا عارف كده كويس، قال لك انك موجود معايا في الفيلم الجاي، ايه احساسك؟ ايه انا عايز اقول لك ان ساعتها اللي كان بلغني الخبر ده استاذ حسام حسني عن طريق تامر، وقال لي اول، هو اول واحد كلمني، وبعد كده تامر اتواصلت معاه. لما استاذ حسام حسني كلمني كنت انا بعمل اصلا ساعتها بصور اعلان في الكويت، والتليفون جالي وانا بصور. انا عايز اقول لك ان انا عيطت، دمعت، لان انا كان بقالي قبلها سنه كامله بسمع كلام يحبط اي شاب، خصوصا ان انت في غربه وبتعافر في بلد تانية، وما ينفعش ان انت تبقى في بلد تانية تخذل كل الناس اللي مستنيينك في مصر. فكان حمل وضغط عليا كبير قوي، وقدرت الحمد لله ان انا يعني باول ما سمعت الخبر ده قدرت ان انا لا ده حلمي بيتحقق، وقدرت ان انا اثق في نفسي اكتر، وقدرت ان انا لا انا بعد كده مش هسمع فعلا لحد، انا بايدي ان انا احقق اي حاجه انا عاوزها. بس بدات بقى الفيلم مع النجم تامر حسني، والفيلم خلاص خلص وان شاء الله قريب ينزل. كلمنا بقى عن تامر حسني في الكواليس وعلاقته بيك وعلاقته بكل الكاست اللي معاكوا في الفيلم. تامر حسني بصراحه انا اول حاجه رحت كنت هنا في مدينه الانتاج الاعلامي، كان جايبيني عشان اعمل فيتنج الملابس، البدله اللي انا هلبسها في الشخصيه لشخصيه الفيلم قصدي. واليوم ده بصراحه تامر وكل الجروب اللي معاه، استاذ حسام حسني ووائل عبد الفتاح ورومير واستاذ علاء عبد الله المخرج المنفذ واستاذ محمد معتز واستاذه ساره وفين المخرجه، يعني كل الناس دي اتعاملت معايا بصراحه بشكل كويس قوي. تامر بصراحه طول اليوم كان بيهزر معايا، قاعد طول اليوم كان واحد صاحب باكل واشرب معاه طول اليوم وهزار. لا بصراحه ما حسيتش ان انا مجرد شاب جاي ياخد فرصه في فيلم، لا ده انا صاحبك وفي عشره قديمه كمان يعني. بس فغير كده كمان يوم كواليس تصوير الفيلم بعدها بيومين، انا كنت بصراحه عايز اقول لك ان الوقفه قدام نجم كبير زي تامر حسني يعني تهيب اي شاب او اي خصوصا في البدايه، خصوصا انت في بدايتك.
فانا كنت واقف قدامه في حسيت ان قلبي بينبض جامد قوي للحظه، بس هو قدر يخليني قبل التصوير ان انا افك الكلام ده بان هو قعد يتكلم معايا واداني ثقه في نفسي. الحمد لله بعد ما صورت المشهد كان مشهد كوميدي ان شاء الله، مشهد يعني ان شاء الله يشوفوا سيف بشخصيه تانية وباداء تاني غير اي عمل انا عملته قبل كده. الحمد لله بعد التصوير انا اتفاجئت بالكلام اللي تامر قاله لي، قال لي انت هتبقى نجم من نجوم مصر في يوم من الايام، وانا بجد مبسوط ان انا مثلت معاك. انا مش هكدب عليك يا سيف، انت كنت مفكرك في العمل الدرامي قوي، لكن مش هتبقى قوي زي الدراما، هتبقى ضعيف يعني في الكوميديا، لكن انت اثبتت لي النهارده ان انت في الكوميديا قدرت ان انت تعمل عمل مشهد كويس قوي يقدر يبسط الناس. وانا بقول لك الكلمه دي ويعني وحطها حلقه في ودنك ان الفتره الجايه ان شاء الله هتبقى العين عليك وانت هتبقى نجم كبير قوي من نجوم مصر. بس ف كنتش مصدق ان واحد زي تامر حسني بيقول لنا الكلام ده يعني. اكيد الفنان تامر حسني نجم كبير. في النهايه سيف احنا مبسوطين جدا ان انت كنت معانا النهارده، وانت مثال للشاب المصري اللي كافح جدا علشان يوصل لحلمه وطموحه، والحمد لله ربنا كلل مجهوداتك دي ان انت حطيت نفسك على اول خطوه في طريق النجاح، وان شاء الله المره الجايه تكون نجم سوبر ستار ان شاء الله، ونستضيفك باذن الله ان شاء الله في برنامجنا باذن الله ان شاء الله. كنا سعداء بوجودك معانا يا سيف، نورتنا شرفتنا جدا، وحابب اقول كلمه بس اخيره ان الشباب لازم تبقى عندك طموح، ولازم تطمح انك توصل لكل اللي انت تحبه وكل اللي تتمناه، حتى لو مالكش طريق توصل منه اصنع انت لنفسك طريق. بكده بكون خلصت فقرتنا. استنونا الفقره الجايه مع زميلتي نهى وسمر، وكلام كبار، كلام مهم وكلام لكل الناس اللي بيهتموا بالتجميل او ما يخص التجميل، مع ضيفتهم العزيزه دكتوره رانيا، دكتوره رانيا سليم خبيره البشره والليزر. أرجوكم ابقوا معنا وتابعونا.